كفر الشيخ. كفر الشيخ تنقسم إلى أكثر من حي، فيوجد حي شرق وحي غرب، ويوجد دسوق التي تتكون من حي الشمال وحي الجنوب. حي الشمال في دسوق أهم المعالم فيه حديقة أم القرى واستاد دسوق الرياضي وقصر ثقافة دسوق ومحطة قطارات دسوق، أيضا شركة مضارب كفر الشيخ ومستشفى دسوق العام ومجمع مواقف دسوق للأرياف وكوبري دسوق، مستشفى فيصل لأمراض الكلى، معهد دسوق الدين الأزهري وكورنيش النيل. أما بالنسبة لحي الجنوب في دسوق كفر الشيخ فأهم المعالم فيه هو جامع إبراهيم الدسوقي ورئاسة مدينة دسوق والميدان الإبراهيمي وكوبري دسوق العلوي وكورنيش النيل ونادي دسوق الرياضي وجامع الشيخ أحمد ربيع وحديقة الصفا وحدائق الميدان الإبراهيمي وحديقة الأسرة والطفولة وحديقة الفردوس ومجمع مواقف دسوق للمدن.